كيفك؟ تمام. جاهز لليوم؟ إن شاء الله. اليوم تدمير. ليه؟ ليه؟ كل هيومين رايحين على الماراثون. بدي أدمرك من هلا. طيب. عشان هيك ما تكمل. إن شاء الله. ريلاكس. هلا رح نبدا اول اشي بتمارين اسفل الظهر. هلا ظهرك رح ناخذ من هون هذه طبعا لعضلات البطات أساس نعمل فيها طول كافي، واللي هي بتكون تعبانة شوية عن طارق نتيجة إنه في شد دائم لأنه القدم مش مستوية على الأرض. طبعاً اليوم زي ما أنت شايف أرهقتك. طيب اليوم السبب إنه خففنا زي ما قلت لك عشان بعد بكرة. هلأ اللي بدي إياه منك بدي تشرب سوائل كتير كويس. اوكي بدي اياك تكون جاهز بانه نجيب معنا اكلات خفيفه شويه ونطلع فيها على اساس انه نقدر الماراثون نكمله براحتنا. اوكي بدناش جفاف بدناش تعب وبكره ما ترهق لنفسك. بكره يعني في عنا قعده الباص. طبعا قعده الباص راح تقعد مده طويله. القعده المده الطويله راح تسبب شويه تقلصات في العضلات، فالإطالة واحدة من أهم الشغلات اللي حنعملها، فخلال الطريق رح نعمل بعض تمارين الإطالة. أوكي أوكي يلا روح استعد.